مع اقتراب يعني إجراء الانتخابات الرئاسية، هل لما نيجي نقارن الزخم بتاع الانتخابات اللي فاتت بالانتخابات القادمة، هل الأجواء مختلفة؟ هل يعني هل هي حاليا أكثر صعوبة؟ ستتم في أجواء أكثر صعوبة بسبب الظرف الاقتصادي داخلي عالمي الكلام ده مقارنة باللي فاتت؟ بطبيعة الحال يصعب المقارنة الكاملة، لأنه أولا الإجابة على هذا السؤال ما ينفعش تبقى نهائية دلوقتي لسبب بسيط، إن إحنا لسه المشهد ما بنش. السؤال ده ممكن يبقى أكثر وضوحا ليلة الانتخابات، ليلة الانتخابات لما تبقى عرفت مين المرشحين. لكن ظن الشخصي إن هي في كل الأحوال مش هتبقى زي الانتخابات اللي فاتت. يعني الانتخابات اللي فاتت أظن كان المرشح موسى مصطفى المرة دي على الأقل إحنا عارفين إن يبقى في أكتر من حد، وربما يبقى المهم هل من الآن حتى نصل إلى إغلاق باب الترشيح هل في أسماء أخرى هتنضم؟ حجم هذه الأسماء إيه؟ قيمتها إيه في الشارع؟ محدش عارف، محدش يعرف، لأنه لسه محدش نسمع كلام كتير. لكن الفيصل أنه يأتي بعشرين تأييد من أعضاء مجلس الشعب أو 25,000 توقيت أو 25,000 هو ده الفيصل. فأي حد يقول أنا مرشح لازم يجي. لكن عندنا دلوقتي يعني بالتعبير الصحيح المرشحون المحتملون حازم عمر، عبد السلام يمامة، وبالطبع الرئيس عبد الفتاح السيسي. بس لسه الرئيس السيسي لم يعلن رسما. أنا بقول المحتملون، ما قلتش النهائيون يعني. طيب حسب ليك إلى التحديات اللي هتواجه رئيس مصر القادم، يعني ايه ابرزها من وجهة نظرك؟ بص، يمكن انا بالصدفة كنا بنتكلم مع بعض في الفاصل انه كان الله في عون اي شخص مسؤول في مصر هذه الايام، لانه هذه الايام الظروف الصعبة، الظروف الدولية والاقليمية والمحلية ليست هي الافضل على الاطلاق في مجالات كتيرة جدا. العالم كان ماشي شوية معقول، فجأة احنا بدأنا الى حد ما حاجة كويسة في البرنامج الاقتصادي في 2016، لانك انت كنت عايز تصلح مسيرة اقتصاد تعبان بيعاني من اختلالات هيكلية كبيرة جدا من عقود للامانة، يعني عشان ما نقولش بس لشخص او للنظام فقط لا غير. وفي اللحظة اللي بدأت تقف على رجليك وتمشي وتعمل مشروعات اقتصادية كبيرة جدا فوجئت بكورونا، ماشي لسه هتشم نفسك، جت الأزمة الأوكرانية في 24 في فبراير 2022، وكان أحد نتائج الاثنين دول خلل كبير جدا في السلاسل الإمداد. يعني باختصار شديد جدا السفينة اللي كانت بتطلع من الصين وبتيجي أفريقيا لو كانت بتجيب سلعة في 5 أيام بمئة جنيه بدأت تيجي في 10 أيام وبألف جنيه. الأزمة الأوكرانية بدأت تعمل، يعني أكيد الناس اللي متابعة دلوقتي ما يسمى بأزمة الحبوب، كيف يمكن تصدير الحبوب الأوكرانية إلى العالم، ودي بتاخد حصة مهمة جدا، وإحنا دي نمرة 2 اللي بنستورد منها بعد روسيا. فبقي في مشكلة كبيرة جدا، سعر طن القمح كان ب $245 بقي ب $500، هو رجع بعد كده شوية. لكن أنا بقول لك إن حصل خلل كبير جدا، هذا الخلل عمل مشكلة التضخم. التضخم باختصار شديد جدا الولايات المتحدة كانت سعر الفايدة في البنوك بتاعتها يا 0 إلى 0.5%، النهاردة واصل إلى 5.5 أو 6.25. على ما آخر مرة كان من حوالي أسبوع على ما أتذكر، إن لم تخن الذاكرة. يعني إيه بقي 5.5؟ أنت كنت معتمد في جزء أساسي في اقتصادك أنت وجنوب أفريقيا وتركيا على ما يسمى الأموال الساخنة، إن أنا بجيب الراجل الأوروبي أو الأمريكي بدل ما يروح يحط فلوسه في البنك اللي هناك ب 0% يجي عندي او جنوب افريقيا وتركيا احطه ب 15% او 10% يديني الدولارات استفيد بيها في البنك المركزي، امول بيها الواردات وحاجات كتيره جدا او اقساط الديون، ويحط الفلوس بتاعته بالجنيه المصري ياخد بيها 15 او 16 او الرقم اللي موجود، وبعد سنه مثلا يروح واخد فلوسه دي مغيرها وراجع وماشي بيها. فده كان مبلغ الى حد ما كبير في على ما اتذكر انه في الاسبوع الثاني او الثالث من الازمه الاوكرانيه في مارس خرج $22 مليار مره واحده. دول عملوا لك ازمه كبيره. ده طبعا ده عامل خارجي بسبب الحرب، لكن كان فيها جزء انا كان المفترض اظن انه يبقى عندنا احتياطات اكبر ان انا ما اخليش نفسي تحت ضغط الاموال الساخنه بس. فالنتيجه ان انت بدات يبقى عندك
الثغره دي او الفجوه دي اللي هي السلع انت بتستوردها. ولذلك لما قعدت السلع في المواني العلف ما بيطلعش، ما فيش دولارات، فبالتالي حصلت جزء من ازمه الارتفاعات الاسعار. ده عمل ازمه كبيره الناس كلها بتقر بيها. الدوله بدات تعالج هذه الازمه، وبالتالي هذا تحدي كبير. انا اظن ان هو التحدي الاكبر على الاطلاق لاي رئيس قادم اللي هيقعد على الكرسي عنده ازمه اقتصاديه طبعا موجوده، ونتمنى انها تنتهي بكره او تخف. يعني لسه وانا داخل في تقرير مهم بيتكلم عن متى تبدا الولايات المتحده في التوقف عن رفع سعر الفائده. ده خبر المفروض يهمنا كلنا، على العالم كله يفترض ان يهتم بالاقتصاد الامريكي. ليه؟ لان هو الاقتصاد الاكبر، 22 تريليون دولار. اذا عطس اصيب الاقتصاد العالمي بالزكام. فهم لما عطسوا كلنا اصبنا بالزكام، فلما يتوقف عن رفع سعر الفائده والسعر يبتدي يرجع نبدا نلتقط انفسنا، نلتقط العالم كله. فبالتالي ده مؤشر مهم للعالم ان الاقتصاد الامريكي يقف على رجليه مره ثانيه عشان الدوره تستمر. بس البعض هيقول لك استاذ عماد كورونا كانت على العالم كله، والحرب الروسيه الاوكرانيه كانت على العالم كله. صحيح. ليه احنا اكثر تاثرا كده؟ لسبب بسيط جدا، لانك انت بتستورد اكثر من 60% من القمح، 90% من الزيوت، اظن 60% من الذره. الميه عندك قليله، فبالتالي ما بتقدرش تزرع كل المحاصيل بتاعتك اللي انت عايزها. تكلفه استصلاح الاراضي الزراعيه بتاعتك ضيقه جدا جدا. تكلفه استصلاح الاراضي قبل كورونا اوكرانيا كانت حوالي 200,000 جنيه للفدان. ما عندكش، انت عندك الصناعه والزراعه لا يشكل الا حوالي 15 الى 17% من الناتج القومي الاجمالي. الزراعه والصناعه؟ الزراعه 15 والصناعه 15 او 16. يعني امال الباقي ايه؟ سياحه الباقي خدمات وسياحه خدت بالك. فانت الطبيعي ان انت يبقى عندك، كلما زودت الصناعه والزراعه تحديدا، يعني ايه زودتهم؟ يعني هيبقى عندك شغل للناس، فرص عمل، يعني هتقلل الاستيراد، هتكتر الصادرات، فبالتالي مش هتبقى قاعد قلقان على العمله الصعبه. طيب واحنا ده كلام بل للامانه، بس ده هياخد وقت، مش هيتم بس مهم ان انت وربما يكون الحوار الوطني عامل ده او بدا يضع اللبنه الاولى او اول الطريق.